يناضل من أجل كسر الصعاب وتفاديها لتصبح هذه التظاهرة ملكا لمدينة العرائش، تظاهرة تخلق كل سنة الفرجة المسرحية وتقوم على استضافة أقوى العروض المسرحية على الصعيد الوطني. مهرجان ليكسا بعروضه المسرحية استنطق في كثير من الأحيان الأوضاع التاريخية والسياسية والاقتصادية، واختار مجابهة الواقع فنياً وباللغة المسرحية خاصة. العرائش بفضلها الشاسع والجميل وشكلت دائماً الإطار الجوهري للركح الدرامي، بل أصبحت هي الفضاء المسرحي وأول عنصر يواجهه المسرحي والملتقى في نفس والمتلقي في نفس الآن، التي تؤتت الفرجة وتبلورها فنياً وتشكلها جمالياً، بالإضافة إلى الفضاء الذي يؤطر الخشبة المسرحية من سينوغرافيا وجداريات وديكور وأجواء وظلال فنية وعلامات سيميائية وإشارات بصرية ولغوية بتذهيل بها العرض الدرامي. العرائش في ضوء أيضاً هي ضوء أيضاً الذي يشع في من لكسوس ومن مملحاته التي عادت للحياة مجدداً. الإضاءة ليست مكوناً سينوغرافياً زائداً في العرض المسرحي، بل هي لغة معبرة وخطاب بصري يتوازى مع الخطابات السيميائية الفرجوية الأخرى التي تساهم كلها في خلق الفرجة الدرامية والركحية، منسجمة هرمونياً ودلائلياً وفنياً وجمالياً. وكذلك ضوء العرائش الذي ينير طريقنا إلى الأمام خدمة لمدينتنا وللمسرح خاصة. وفي الأخير أشكر جميع الحضور الكريم وأعطي انطلاق الدورة 13 لمهرجان ليكسا للمسرح.